احيانا بتكون متاخر على موعد او رفيقك عم يعتب عليك وهو عم يستناك، فبتقول له يلا ليكني جايك طيران. بهالفيديو اللي رح نشوفه واللي شاركه الكتار على السوشيال ميديا لشاب اردني عم يسوق شاحنه ومسرع فيها بطريقه غريبه، بس الغرابه ما كانت بس بالسرعه. خلينا نشوف مع بعض. التميز للاستشارات القانونيه والعقاريه، امل جديد بحياه ومستقبل جديد. مش مخدرات، لا ابدا 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 ولا أبداً, ابدا ابدا ولا لها خص في المخدرات. السالفه لا لها خص في المخدرات، لا لا ابدا. من التعليقات اللي اجت على هذا الفيديو، ابو ضياء كتب والله اللي بيصور ما عنده نخوه وكرامه، المفروض وقفه ونصحه ما يستهتر بالسواقه السباحه. غدير كتبت مثل هدول بيسببوا الحوادث، حوادث السير على الطريق الصحراوي. اما دانا فكتبت ما هو من الشوب شو بيعمل غير هيك،